غير لف ودوران، انا بجدد عليك العرض اللي عرضته عليك قبل كده. عرض ايه؟ انا مشكلتي مع سعيد اتحلت خلاص ورجعت الشركه. ما اعتقدش انك بتنسى. عموما افكرك بيه، لما جالي سعيد الكومي علشان ما عينكش عندي في الشركه قلت لك روح اشتغل عنده لحسين، وساعتها انا ما ردتش. عشان كده انا بعيد العرض عليك. انا برضه مش فاهم يعني ايه اشتغل عنده لحسين. بص يا احمد، انا اعرف سعيد الكومي كويس قوي، ومتاكد ان في بينك وبينه معلومات مهمه. انا رجل اعمال بيزنس مان، يعني المعلومه عندي ليها ثمن، ومتاكد طول الفتره اللي فاتت اللي انت اشتغلت فيها عنده هيبقى عندك معلومات ممكن تفيدني في شغلي. برضه مش فاهم. انت كده عايزنا نتكلم على بلاطه. حاضر. سعيد الكومي اكبر منافس ليا في السوق، في المقاولات وفي البورصه. هات لي المعلومه اللي تاذيه وحدد انت الثمن. على فكره انا سمعت من منصور صاحبك اللي بيشتغل عندي في الشركه انك خاطب وعلى وش جواز. انا ممكن اامن لك ثروه صغيره كده في البنك تامن حياتك اللي جايه. لا 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 لا، انا مش عاوز رد دلوقتي يا احمد، انا عاوزك تفكر. فكر كويس قوي وخد وقتك، وبعدين رد عليا، هتلاقيني مستنيك.